فليغتنم الفرصة كل عاقل ممن آمن بهذا الإله وليتحقق بالتوبة من الذنوب التي هي سبب الهلاك، سبب تسلط الأعداء، سبب الفساد، سبب الضر، سبب الغلاء، سبب الحروب، سبب الكروب. هذه الأسباب الحقيقية تتبعها أسباب ووسائل متسلسلة، لكن الأصل في سبب الغلاء والحروب والكروب والشرور والآفات وتسلط الأعداء معصية الله، معصية الله في الديار والمنازل والأسواق والشوارع والأماكن المختلفة في الخلوات والجلوات. ما حق هذا الإله الكريم بهذا الوصف العظيم أن يعصى ولا أن يخالف ولا أن يرتكب ما نهى عنه ولا أن يترك ما أمر به؟ إنه الله يا تابع الهوى، يا معظم أنظمة مخلوقين مثله، يا معظم، يا معظم قوانين قوم خلقوا من النطف مثله ويرجعون إلى هذا الإله. ربك أعظم وإلهك أكبر، فاحترم أمره وقم به واحترم نهيه وانزجر عنه وابعد قبل أن يكون عندك اندفاع لامتثال أي أمر. انظر إلى أمر الله الذي خلق فامتثله وقم بحقه كما ينبغي لك في الظاهر والباطن، وقبل أن تندفع بأي وسيلة إلى البعد عن أي منهي عنه من قبل الحكومات ومن قبل الأحزاب ومن قبل الهيئات. انظر إلى نهي رب السماوات والأرض الحاكم يوم العرض فانتهي عما نهاك، وذروا ظاهر الإثم وباطنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنا، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.